السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم الفيا أكاديمي. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل خدمة الجرس طبعا كي يصلكم كل جديد. اليوم أعزائي سنتكلم عن صيغ الفعل وزمانه، أو دلالة صيغ الفعل على الزمان، وهو درس موجه لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الثانوي، وهو يمكن أن يحتاجه أيضا تلاميذ السنة الثانية والسنة الثالثة من التعليم الثانوي. إذن يمكن أن نبدأ بالقول أن صيغ الفعل في العربية ثلاث، وهي الماضي والمضارع والأمر. أما الأزمنة التي تدل عليها أو عليه أيضا ثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. يعني ما سنتكلم فيه اليوم هو دلالة صيغ الفعل، يعني الفعل إذا كان في الماضي أو في المضارع أو في المستقبل سيدل على شيء ما مختلف عن الصيغة التي قبلها. يعني صيغ الأفعال لها دلالة زمنية، سنأتي على ذكرها لاحقا، طبعا في علاقة بانقضاء الفعل أو طلب انقضاء أو عدم انقضاء إلى غير ذلك. ففي هذا الإطار يمكن أن نقول أن صيغة الماضي تدل على انقضاء الحدث، يعني الحدث وقع، يعني أن الفعل أو الحدث وقع وانتهى. حين أقول لك خرج زيد، تفهم من هذا أن زيد قد خرج وأن الحدث قد انقضى، فصيغة الماضي تدل على انقضاء الحدث. ويمكن تحديد زمن انقضاء الحدث من خلال سياق الكلام. حين كما قلت كما ذكرت قبل قليل، أقول مثلا خرج زيد، ماذا نفهم من هذه الجملة؟ خرج زيد، لأن هو الحدث هنا انقضى، انقضى يعني وقع وانتهى. ولذلك يعود دائما الدارس أو المتأمل في هذه الجمل أو في الكلام في اللغة العربية إلى السياق، لأن السياق دائما هو المحدد للمعنى وهو الأداة الرئيسية في فهم كنه هذه الجمل وغيرها. كقولنا أيضا: بالأمس قابلت صديقا عزيزا، كنت قد درست معه في طفولتي. فقولنا قابلت صديقا عزيزا، درست معه في طفولتي، كل هذه أفادت أن الحدث منقض، أي أنه وقع في الماضي وانتهى. ويمكن أن تدل صيغة الماضي على طلب انقضاء الحدث في المستقبل، وذلك في سياق خاص وهو الدعاء. يعني هذه الصيغة مش مستعملة برشا، غير مستعملة كثيرا، وهي في كقولنا مثلا تولاك الله بحفظه. فتولاك أصلها يعني صيغة الفعل في الماضي، يعني تولى، يتولى، سيتولى. حين أقول تولاك هي في الماضي، لكنها بما أن الجملة هي جملة دعاء فهي طلب انقضاء الفعل في زمن المستقبل. أما صيغة المضارع والأمر فهما تدلان على استمرار الحدث وعدم انقضائه، ويتحدد الزمان من خلال سياق الكلام. دائما سياق الكلام هو الأساس في كل الأمثلة. فقولنا تقلع الطائرة الآن وتدوم الرحلة إلى باريس ساعتين، دلت على استمرار الحدث وعدم انقضائه. نريد ملاحظة في هذا السياق، فنقول إذا وردت صيغة الماضي أو المضارع أو الأمر في سياق حكمة أو قاعدة علمية فإنها تدل على الزمان المطلق. حين أقول لك مثلا تدور الأرض حول نفسها، فهي هنا الفعل بما أنه هو قاعدة علمية أو حكمة أو حكمة، فهو يعني الزمان، دلت على الزمان المطلق.
ولنتدرب أكثر ولنفهم هذا الدرس أكثر، أعود إلى هذه الأمثلة لنفهم معا صيغة الماضي الدالة على انقضاء الحدث. فقولنا مثلا: في أعماق هذا الوادي عاش آباؤنا وأجدادنا. دائما نركز مع الفعل، عاش في الماضي إذا دل على انقضاء الحدث. في الزمان الحاضر حين نقول: عدت الآن إلى قرية الفاتنة بعد غيبة طويلة. أو في صيغة الزمان المستقبل نقول: إن استيقظوا من سبادهم عاشوا في سعادة. فهنا عدم أفادت هذه الجملة عدم انقضاء الفعل، عفوا عدم انقضاء الحدث. أما صيغة المضارع المرفوع فهي تدل على أن الحدث غير منقض، كما هو في المثال: ثم راح كمال خليل يتحدث عن ليالي رمضان منذ أقل من ربع قرن. فيتحدث هنا فعل في صيغة المضارع المرفوع، دلت هذه الصيغة على أن الحدث غير منقض. والملاحظة الأخرى التي يمكن أن نقولها هو أن صيغة الأمر تدل هي وصيغة الماضي والمضارع في سياق الدعاء على أن الحدث يطلب انقضاؤه في الزمان المستقبل، كقولنا: احذر الغبن فإن المغبون لا محمود ولا مأجور، أو أدام الله عليك نعمته. والقرائن المساعدة على ضبط الزمان سياقية دائما مثل: الآن، غدا، بعد قليل، إلى غير ذلك. تلك قرائن تساعد على فهم أو على ضبط الزمان سياقيا. نستنتج إذا في صيغة الماضي غادر صيغة الماضي وحدها لا تحدد الزمان ولا تعلمنا إلا كون الفعل منقضيا. قلنا: غادر صيغة الماضي وحدها لا تحدد الزمان ولا تعلمنا إلا كون الفعل منقضيا. أو كقولنا: منذ غادر الفلاح بيته. فغادر فعل في صيغة الماضي التي تدل في سياق الجملة على أن الحدث انقضى في الزمان الماضي. منذ يومين، هذه قرينة لفظية عينت الزمن، منذ يومين يعني في زمن الماضي. بالتالي فإن السياق يعين الزمان، السياق يعين الزمان الذي تحدده الألفاظ في الجملة وظروف التلفظ، أي المقام أو الحال التي يكون فيها المتكلم والمخاطب على حد سواء وما إلى ذلك. أما صيغة المضارع المرفوع مثلا، نأخذه على سبيل المثال: يسافر أخي غدا في طلب العلم. فيسافر هذا الفعل هو فعل في صيغة المضارع يسافر، التي تدل في سياق الجملة على أن الحدث غير منقض في الزمان المستقبل، يعني مازال ما وقعش الفعل. ثم صيغة المضارع وحدها لا تحدد الزمان ولا تعلمنا إلا كون الفعل غير منقض، عندنا لهنا قرينة اللي هي غدا. فعين السياق الذي حدده لفظ غدا زمان المستقبل أو اللي هو السفر، حدث سينجز غدا، يعني الفعل، نحن دائما في حاجة إلى فعل وإلى قرينة لفظية وإلى لفظ محدد، إلى يعني ظرف زمان. يعني ظرف زمان هنا دائما هو مساعد على تحديد دلالة هذا الفعل أو على دلالته زمنيا. بالنسبة لصيغة الأمر نأخذ مثال: اشتري لي بهذا، أو أعطني به رطبا، والعبارة للجاحظ. فاشتري أعطني،
فعلان في صيغة الأمر يدلان في الجملة على أن الحدث يطلب انقضاؤه في الزمان المستقبل، والقرينة الدالة على الزمان سياقية، لأن فعلي الشراء والعطاء لا يتحققان سوى في المستقبل، والأمر إنما يدل وحده على الزمان لأن الاستجابة للطلب تكون في المستقبل القريب أو البعيد. يعني لا يمكن أن نقول نتحدث عن الأمر في الماضي، فالأمر يدل على وحده على الزمان لأن الاستجابة للطلب ستكون في المستقبل القريب أو البعيد، وهذا منطقي جدا. أخيرا صيغة الماضي والمضارع، يمكن أن نقول أنهما لا تدلان في سياق الحكمة أو القاعدة العلمية على زمان معين، وتحدثنا عن ذلك حين قلنا الزمان المطلق في قولنا مثلا الأرض تدور حول نفسها. فالفعل تدور هو في صيغة المضارع المرفوع ولا يدل على زمان معين، إنما هو دل على الزمن المطلق، لأن الأرض تدور حول نفسها ولا زالت تدور وستدور. فتدور الأرض حول نفسها وردت الجملة في سياق قاعدة علمية عبر المتكلم فيها عن حقيقة فلكية وهي دوران الأرض حول نفسها، ورد الفعل في صيغة المضارع المرفوع فدل على أن حدث الدوران غير منقض في كل الأزمنة لا الماضي ولا المستقبل. بهذا نكون قد أحطنا نوعيا بصيغ الفعل وزمانه ودلالة الفعل في كل صيغة. أرجو أن تكونوا قد استفدتم وإن قليلا، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة كي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.